جنود الاحتلال يقتلون بعضهم في غزة، ما القصة؟ حوادث ناجمة عن إيران صديقة تفتك بجنود الاحتلال الإسرائيلي وعتادهم العسكري. كانت آخرها قصة جندي الاحتلال الذي استيقظ من كابوس أثناء نومه، وغيرها من هذه الحوادث الخطيرة التي عجزت أمامها إسرائيل. فوفق إحصائية أعلنها جيشها، فأكثر من 10% من جنودها الذين قتلوا في القطاع قضوا بنيران صديقة، بعد أن جرى تحديدهم بالخطأ على أنهم مسلحون فلسطينيون، وبعضهم أصيب بنيران من الجو، وبعضهم بنيران الدبابات، وآخرون في حوادث متفرقة نتيجة لعدم الانضباط العملياتي والإرهاق ونقص التنسيق بين القوات، وأسباب تتعلق بنفسية الجنود وفق تصريحات عن جيش الاحتلال.